اللي عاد جاي اللي المهم حنا جينا مجموعين تندخل انا تنقول غادي لهم نتهم كيفاش هذه الزوجه بخيانه، بهذه الزوجه ديال اخي، بالخيانه الزوجيه، والزوج ديالها توفى. هذيك الجلباب اللي كان لابسه هي ماشي ديالو، ديال شخص اخر معروف. ثانيا لان ناكد على صدق التصريح هي له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار فين ما كنتو، داخل أو خارج أرض الوطن، مرحبا بكم. تنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقولوا دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا الإخوان والأخوات، ما زلنا في مواكبة ملف الكولونيل نور الدين العطور الله يولي برحمة الله، ما زلنا في التغطية ديال هذا الحدث وهذا الملف إلى أن يتم تحقيق العدالة لروح الفقيد الكولونيل نور الدين العطور، هاد الفقيد اللي راح ضحية ديال جريمة قتل كنقولوها وكنسطروا عليها بالحمر، ضحية ديال جريمة قتل. ولا بد ما أن يعني السعي يكون وراء بذل الجهد وكل الجهد من أجل الوصول إلى هاد الجهات التي قامت بارتكاب هاد الفعل الشنيع في حق الكولونيل العطور الله يوليه برحمة الله. فإخواني أخواتي، في هذا الفيديو غادي نتحدثوا على أمور مهمة، وغادي نطرقوا غادي نطرحوا مجموعة ديال التساؤلات، وأيضا غادي نجاوبوا على مجموعة ديال التساؤلات. فبانتشار خبر نبش أو شهادة حارس مقبرة اللي مدفون فيها الفقيد الكولونيل، خبر نبش قبره وهو يعني ميتا راقدا بين يدي الخالق، فهاد الجهات التي سعت من أجل أنها ربما تغير الجثة ديال الفقيد هو يعني في قبره، تفاديا لما يمكن حدوثه مستقبلا من أمور اللي ممكن أنها توصلنا إلى الجنات، على سبيل المثال استخراج الجثة من أجل إجراء خبرات طبية على الجمجمة، واش تلقات يعني ضربات بأداة رادة تأكيدا لما توصلت إليه التحقيقات. فهاد العصابة كانت عارفة بأن أكيد هذه المرحلة غادي نوصلوا لها، وبالتالي سعت سابقا إلى تغيير الجثة، والسعي هذا أصبح يفرض علينا أننا نشوف ابتسام أو نطرحوا التساؤل، واش ابتسام فعلا ستسعى إلى إجراء الخبرات ديال الأديان، لأن إجراء هذه الخبرات أصبح مطلبا ملحا من طرف كل المتضامنين والطالبين والمطالبين بتحقيق العدالة لروح الفقيد، لأن مش بعيد هاد الجنات بحكم أنهم شبكة كبيرة وشبكة إجرامية منظمة وعندهم نفوذ وعندهم يعني السلطة، ويتحكمون في عدة أمور، لأنهم استطاعوا لحد الساعة الإفلات من العقاب، ولأن فعلا عندنا كل الإشارات اللي كتأكد لنا فعلا أننا أمام شبكة منظمة، شبكة اللي وضعت جميع الخطط. فكان من خططهم تغيير الجثة، بدليل أن شهادة حارس المقبرة مشات في التوجه ديال أنه سبق له ضبط يعني مجموعة ديال الأشخاص كانوا كيقوموا بعملية حفر القبر بحسب المعلومات المنتشرة إخواني أخواتي، وبالتالي فكانت هذه العصابة كتسعى إلى تغيير جثة الفقيد، ومن هنا صار هذا مطلبا ملحا من أجل يعني إجراء ابتسام لخبرات ديال الأديان، من أجل يعني قطع الطريق على محاولة هذه العصابة يعني تغيير الجثة، لأن تغيير الجثة ربما قد العديد منكم إخواني أخواتي، واحد المسألة نبغي نوضحها، فاحتراما لحرمة الفقيد نقول جثة، أما الأمر فيتعلق الآن لأن 6 سنوات مضت إخواني أخواتي، فالآن الأمر متعلق برفات الفقيد، وهذا الرفات كتبقى عليه آثار الكسور خصوصا على مستوى الجمجمة، وكيف ما كتعرفوا الأستاذة زينب الخيار تقولها وبإلحاح أن الفقيد تعرض إلى ثقب غائر على مستوى الرأس في مقدمة الرأس، وأيضا من الخلف عنده ثقبين غائرين. فهذه أمور التي سعت هذه الجهات من أجل يعني تغيير الجثة لتضليلها، معطيات اللي مهمة
جدا، وبالتالي تنتمناو ان ابتسام تكون استبقات واعترضات حطت هاد الاشخاص، ودير يعني تحاليل ديال الأديان، لان الامر بسيط جدا وغادي يعرفوا نتائج. ربما الفقيد دايرهم لانه سلطه عاليه وعنده مركز عالي، ربما وعنده يعني التحاليل وعنده النتائج ومعروف يعني فصيلته والامور هذه كلها. اكيد اجراء الخبرات على الجثه لما يتم استخراجها خص يكون ضروري باش نتاكدوا بان هذيك الجثه هي تطابق مخرجاتها المخبريه ما يعني ينتمي اليه الكولونيل العطور يعني في الخبرات ديالو ديال لاديان. وبالتالي خص يتم التطابق ديال النتائج، عاد تجرى الخبرات الطبيه على رفاة الفقيد الله يولي برحمة الله، لكي يتأكد كل من يتحدث اليوم على أن القضية ماشي جريمة قتل بل حادثة سير، بأن فعلا جثة الفقيد بها قصور تؤكد تعرضه للضرب بأداة رادة، ربما أمور أخرى قد تثبتها، لأن هنالك قصور على مستوى اليد، على مستوى اليد اليمنى بالضبط بحسب المعلومات إخواني أخواتي. فإلى جانب هذا وارتباطا يعني بعض الناس الذين يسعون إلى استنزاف طاقة ابتسام التي تبذل كل جهد يعني مستمدة يعني شجاعتها وطاقتها من المتضامنين مع حملتها النبيلة اتجاه تحقيق العدالة لروح والدها الفقيد الكولونيل نور ديال العطور، فكاين انباء اللي كتوصلنا بخصوص ان ابتسام ربما عازمه انها تضع بعض الشكايات بخصوص بعض يعني ما تعرضت له من سب وشتم في حق بعض الاشخاص اللي لحد الساعه ما معروفش. انا بالنسبه لي اذا ما كانت ابتسام كتعزم انها توضع بعض الشكايات في حق بعض الناشطين او لا بعض يعني من يتصدرون المشهد في السوشيال ميديا ويتطرقون للملف، ان هذه الامور هذه من الافضل ان تتجنبها في هذه الفتره، لان التركيز كل التركيز خاصه يكون يعني منصب حول يعني القضيه، زائد ان الاراء يعني تختلف في هذا الملف، وبالتالي فهذه يعني ساحه ونقاش معرفي قائم. ربما السب لا نقبله، لكن عموما هنالك نقاش معرفي قائم ولا يستوجب يعني الوصول الى هذه المراحل ديال الشكايات. الى هنا اخواني اخواتي جيت الختام ديال هذا اللقاء وهذا الفيديو. ختاما كنتمنى انكم كلكم تعلقوا كلنا تحقيق العدالة الكولونيل الفقيد العطور الله يولي برحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.